تحقيق الحلم الأول وهو الزواج، نجي لتحقيق الحلم الثاني الحمل. وجميع السيدات يكون عندهم واحد الرغبة أو تكون واحد الأمنية، إما بغية تحمل بذكر أو بغية تحمل بأنثى. هذا الشيء فطرة فينا، كل وحدة وعندها واحد الميول خاص، أو كل كوبل وتيكون ناوي أو فرحان أو باغي المولود الأول يكون إما بنيتة أو ولد. لذلك اليوم غادي نقدم لكم معلومات أو علامات عن الحمل بذكر. كيف هو معروف أنه صعب على الطبيب المختص بالنساء والتوليد معرفة أو تحديد جنس المولود في الأسابيع الأولى من الحمل، لكن هناك بعض العلامات الشائعة اللي تتكون في المحيط ديالنا الاجتماعي والعائلي، معروفات قديمة جاو من الجدود ديالنا، اللي تقول لك باللي راهي إلا كانت عندك هادي أو هادي راك حاملة بوليد، أو العكس صحيح، إلا كانت هاد العلامة هادي تيقولوا بعض الناس اللي تيكونوا في المحيط ديالنا باللي هذاك الحمل بأنثى. لكن في معظم الأوقات أو هاد العلامات اللي غادي نقول لكم اليوم هي أحيانا تكون صحيحة وأحيانا لا، يعني تقدر تظهر عليا جميع العلامات أو الأعراض ديال الحمل بذكر، ولكن من بعد الوصول الأسبوع اللي تيبان وتنحدو فيه جنس المولود تيبان عندنا في الجهاز ديال السونار أننا حاملين بأنثى. لذلك المعلومات ديال اليوم أو العلامات ديال اليوم ماشي بالضروري، يعني ليس من الضروري أنكم تاخدوها بواحد الجدية اللي غادي تعتمدوا عليها في الحمل ديالكم باش تقولوا لا راني حاملة بولد 100%، لأنه ظهرت عندي هاد العلامات. إذا العلامات غنقولهم لكم، ولكن باش أننا نتأكدوا من جنس المولود وهو الجهاز ديال السونار. ليكوغرافي هي اللي كتعطينا التحديد الاكيد واش هو ذكر ولا انثى. العلامه الاولى وهي عدم تقلب المزاج عند الحوامل، يعني السيده اللي هي ممكن تكون حامل بولد ما تيكونش عندها تقلب المزاج، يعني مره باكيه مره ضحكه مره مقلقه مره هي هذيك، تيكون عندها واحد المزاج عادي جدا بحال الايام اللي قبل. وعكس يقولوا السيده اللي تتكون حامله بانثى تتكون حساسه بزاف، هي اون جينيرال تنكونوا جميعا حساسات فتره الحمل، لكن زعما اللي هي حامل بانثى تتكون واحد النسبه اكثر من تقلب المزاج. العلامه الثانيه وهي سوء صحه الشعر والجلد. سيده اللي تتكون حامله بذكر الشعر ديالها ممكن انه يطيح لها بزاف او لا يتقرض بزاف، يعني تيكون عنده واحد النسبه كبيره من الضرر، وكذلك على مستوى الجلد خاصه الوجه، يعني يقدر يظهر الكلف او يظهروا بقع سوداء او حبوب او بثور على منطقه الوجه او كذلك في الجسم او في المناطق الحساسه يكون عندنا واحد التغير. هو بالذات التغير هذا هو عنده علاقه بالهرمونات، سيده في الحمل ديالها يقدروا الهرمونات ديالها انهم يتغيروا، هما تيتغيروا ولكن غادي يتغيروا على مستوى الجلد، فبالتالي غادي هاد المناطق اللي ذكرت لكم غيكون باين واحد التغيير، ولا بد خصنا نستعنوا بدكتور الجلد او بعض المنتوجات اللي خصنا نحاميو ونحافظوا على الوجه ديالنا خاصة الوجه. وكذلك بالنسبة للشعر، دوك لي فيتامين اصلا اللي تناخذو في الفتره الاولى من الحمل تيعاونونا باش الشعر ديالنا ما يتساقطش، باش بزاف ديال المسائل ما توقعناش في ديك الثلاث اشهر الاولى. دائما كالعاده لازم عليكم تتبعوا النصائح والارشادات ديال الدكتور ديالكم، وكذلك تناول الادويه اللي تتلعب واحد الدور جد 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 كبير الثلاث اشهر الاولى. العلامه المواليه وهي تناول الاطعمه المالحه. هاد المعلومه وهي منتشره بزاف في حياتنا اليوميه في خلال فتره الوحم، فاش تكون السيده تتوحم على شي حاجه مالحه مباشره تيقولوا باللي راك تتوحم بوليد، هادو هما العلامات ديال الوحم بولد. وكذلك السيده اللي تتكون عندها واحد متميزه مثلا في الاول ما تيكونش باين البطن ديالنا،
ما كنكونوش نقدروا نميزوا بين البطن ديال البنت وبين البطن ديال الولد، ولكن بعد مرور ديك الاشهر الاولى او الاشهر المرحله الاولى والمرحله الثانيه من فتره الحمل وتندخلوا في المرحله الثالثه واللي هي ابتداء من الشهر السابع، هنا الحجم ديال البطن ديال الام ما تيكونش بحال الحجم ديال البطن ديال الام اللي عندها الحمل بانثى. الكرش ديالنا كيف ما تنقولوا عطانا الجناب، تيشوفوا كرشك عطاك الجناب يعني ما مقبزاش للقدام، الشكل ديال البطن ديالنا تيكون بيضاوي للامام، تنقولوا باللي راه باينه راك حامله بوليد. والسيده اللي تيقولوا راه كرشها او الحبله ديالها عطاتها الجناب راه عندها بنيته. اذا هادو هما العلامات المعروفين اللي تيداولوا في حياتنا اليوميه باللي راه يمكن عندنا وليد. ولكن النصيحة أو الرسالة في هذا الموضوع ديال اليوم أنه ما نعتمدوش على هاد الخرافات، ما نعتمدوش على هاد المعلومات، لازم علينا الاستعانة بليكوغرافي، نمشيو للكونسلطاسيون ونستعنوا بالدكتور ويديرنا الجهاز ديال السونار باش نتعرفوا على أشنو عندنا باش يمكننا نحدو نوع الجنس المولود ب صفتين صحيحة 100%. وكذلك ممكن أنه جنس المولود ما يبانش حتى الأشهر الأخيرة، وبزاف الأخوات كان قالوا لهم باللي عندك حامل بولد ومن بعد ولدت بنيتها. هاد الأخطاء تقدر توقع لأنه بعد المرة ما تيكونش باين مزيان، وما غاديش نقدر نشرح لكم لأن كيفاش يكون الفرق بين تحديد جنس المولود الذكر والانثى في ليكوغرافي. احيانا بعد المره لا بوزيسيون يعني الوضعيه ديال الجنين ما تتساعدش 100% باش نكونوا متاكدين. اهم حاجه هي الله يرزق الصحه والسلامه والفكاك على خير والصوره مكموله بحال البنيته بحال الوليد، الله يرزق غير السلامه وان شاء الله طلبوا الفكاك على خير، وان شاء الله ديك لا غروسيس كلها اهم حاجه دوز سليمه، ومن بعد ديك البيبي هو نشوفوه سليم. نتمنى من الله ان الموضوع ديال اليوم يكون نال اعجابكم وتكونوا استفدتوا معايا في هذه الحلقه هذه، ونتلاقاو ان شاء الله في موضوع مقبل باذن الله. ولا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم جديدي المقبل ان شاء الله. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.